جوزنا اليومين قبل ما نجي، ان شاء الله منصور ما يعرف توصل شو. عادل ما بكون فايلتكم. نعم؟ دائما بحكي لعنكم، شو منصور؟ لسا ما صحصحت ما فرقت؟ زعجناكم ما هيك؟ كيفكم؟ شو اخباركم؟ اخواتي كيفهم؟ عامر كيفهم؟ تفضل ماما، تفضل واكيد انتم تعبانين، تفضلي حبيبتي تفضل. اهلا وسهلا. جوعانين ماما؟ حط لكم لقمه؟ اكلها بالطيارة، بس بتعرفي شو؟ جاع ضيف فنجان قهوة من تحدياتك. ليلى، تو فو دو كافي؟ نو ميرسي، جو فو بلو دو كافي، مي جو فو بروندر دوش. دوش. ماما، في مي سخنة؟ لا، بس هلا بحمي الحمام. لا تعصبي حالك، انت ساوي لنا القهوة، انا بحمي الحمام. تكرم عينك. لك اهلين. ميادة. حمدي على السلامة. الله يسلمك. انت اجيت؟ هلا اجيت. تعي لعرفك. ليلي، ليلى، مرتي. ميادة، ماسو. انشانتي. مبروك. بتعرف عربي؟ بتعرف شوي. اهلين. الله لك كان جابك حدا من العطران سوى نرجع. طيب حليت للشام واشتريت لكم، شو ساوي؟ حكينا عن حلقات هنيك، ان شاء الله كانت حلوه انبسطت. ماشي الحال، يوم هيك ويوم هيك. وبتول؟ مو على اساس كنتوا بدكم؟ يا ستي قولي راحت هي على بروسيا، الله يوفقها وييسر لها. المهم هلا الصحة، كيف الصحة؟ كله تمام؟ رتبت لك غرفة اخواتك الشباب وغيرت الشراشف، مو حلوة مشان البنت. المدام ماما المدام. المدام، والله يا سيدي ما تواخذني، ان شاء الله بتقبرني جديدة علي لسا. المدام ليلي، وانت تقبرني منصور، الليلة بدك تنام على الديوان، بكرة مندبر حالنا. ما قلت لك الله لك كان جابك؟ بابا عادل بدي اسألك. يعني انتو شلون تجوزتوا؟ مدني ولا حاكم؟ بسمع انه الجواز هنيك شغلة هيك يعني. بابا نحنا كتبنا كتاب براني عن شيخ، بتعرف هنيك في جالية عربية كتيرة وإلها خدماتها، وهي الخدمات متوفرة وين ما كان، فيعني الأمور محلولة. والله يا أخي سبقتنا وتجوزت قبلنا كليا. دخلك شلون تعرفت عليها؟ خلص ما لف فيها. لا بدك قلنا لو لف. أنا نعسان.
عم تفهمي عليها ليلي؟ عواض الرزقة اللي صباح الخير. صباح الخير هلا تطلع عليك. بونجور سارة؟ ايه سارة. دومي؟ قومي اعملي قهوة جديدة لأخوكي، كتري له الغيلات قوام. يلا. شو طولت بالسهرة امبارح؟ لا كتبت شوي. لحقك لسه ما وصلت. يعني لازم بلش، لازم ببعث للمجلة. خلص؟ يعني نويت تصير صحفي؟ درجة. خير. ايه ديما، شايفني سجمتو؟ Aujourd'hui, je veux vous préparer un plat français. شو عم بتقول لك ماما؟ لا ما في شيء. لا بيري ضايع عليك بتقولي ليك وما حبتني. لك لا شو هالحكي؟ عم تقولي انه بدي اطبخ لكم طبخة فرنساوية. بشرفة؟ يا أهلا وسهلا. يا عيني عليك، يلا تفضلي فوتي على المطبخ. اساسا انا صرت اكره فوتات المطبخ. شو جبله؟ برغل خشن، برغل ناعم، بندوره، لقطي، قلي. ماما طولي بالي، مو هذا موضوعنا هلا. عالو شو اخباره؟ شو قصتكم؟ كل ما بسالكم عنه بتغيبوا الموضوع. نفس الهواني، الشرف والامانه والاخلاق والقرش الحلال، ابوك بتعرفه. بس بدك الصدق يا عادل، والله قلبي خايف على اخوك. ما عم يجي؟ ما عم يطل؟ احيانا، بس لما بيكون ابوك ما له موجود بالبيت. طيب كيف بدي اصل له؟ مياده بتعرف طريقه. جاي. ايه ليلي، شو بدك تطبخي لنا اليوم؟ Aujourd'hui, je veux vous faire un plat français. Je veux faire du cordon bleu avec des frites, de la salade niçoise, de mayonnaise, du moutarde. ناطية بالريحة زمان. اشتقت؟ ايه اشتقت. بس حاسس حالي كأني بكرتي برجعتي. يعني كان ممكن أخرها كم شهر. كان بيكون منصور تجوز ويمكن أنت تجوزتي كمان. ليش عم تحكي هالحكي؟ لا مو مشان شيء بس مشان السكنة. ما أنت ساكن معنا ومشي الحال. شو القصة العظيمة؟ لا مو مشان شيء. بس كمان مشان ليلى. مو لأنه أجنبية أو غريبة لا، بس يعني انه نسكن لوحدنا هذا الوضع الطبيعي بالنسبه لنا. ايه مزبوط هالحكي حق معه. فيكم تستاجروا اذا بدكم، وخصوصا بهالايام هي ما عاد في ازمه بيوت اجره. بس البيت المنيح اجاره كمان منيح، وانا لسه ما بلشت شغل. وليلي شو بدك تشتغل؟ بالمسرح؟ مسرح؟ ليش عنا بهالبلد مسرح؟ ما بعرف، يا بالتدريس يا بشي شركه فرنساويه، ما بعرف. ممتاز كثير. انا فيني احكي مع لؤي خليه تشتغل معه، بدبر له شغل هو كمان. يا ريت، بس مو هذا الموضوع. بدي رقم عامر. عامر؟ والله عامر ممكن يساعدك. بعطيك رقم الموبايل معي، بس دير بالك ها، اصحك ابوك يعرف. بعرف بعرف بعرف، انفلقت من هالسيرة. قولي لي هلا انت شو اخبارك؟ لؤي كيفه؟ لؤي كثير منيح. الاخ مستعجل كثير بده يتزوج، مع انه الاتفاق انه بس لخلص الجامعة. على خير. على خير. مظبوط، أنا وكيل الشركة. بس الشركة وقفت الموديل من زمان، يعني من قبل ما أصير أنا وكيلها. طيب هالكتالوج مو إلها؟ بلى، بس قديم كتير. طيب شلون بعت السيد لؤي من هالمعدات ما دامت قديمة؟ أنا لا بعته من هالمعدات ولا من غيرها. أنا ما حكيت هيك شيء. أصبح من وين جابها؟ شو بيعرفني؟ سألوله. المينا والجمارك خبرونا إنه واصل الطاعة بنفس المواصفات على نفس الكتالوج تصنيع نفس الشركة. وأنت مو دريان؟ أنا المكنات اللي عندي أحدث من هيك بكتير وأغلى من هيك بكتير. والشركة سمعتها كبيرة بمجال المعدات الطبية وعلى مستوى العالم كله. يعني مو معقول تغامر بسمعتها. بس أنا سمعت بالسوق انه السيد لؤي اشترى معدات، بس شو هي ما بعرف. ويمكن اشتراها من مودرن تكنولوجي. طيب انت ليش ما قدمت على المناقصه؟ لانه جدول المواصفات قديم وانا مكاناتي حديثه. يعني مين ما كان بينافسني بياخذها مني. بقى ليش نضيع وقت وجهد؟ مفهوم. والطلبيه الثانيه من وين جابها السيد لؤي؟ مو منا؟ مو انت الوكيل؟ هو اجا وسالني. حتى بالشركه قالوا لي روح سال شوكت بعد ما راسلها مباشره. بس ما مشي الحال لانه بتعطي مثل ما بتعرف غالي كثير. مثل ما حكيت لك
فراح اشترى مدري منين ما بعرف. طيب هالشركة سمعان عنها شيء؟ بتعرفها؟ شومبي واضح انها شركة افريقية، بتعرفها؟ ما عندي معلومات عنها. معقول؟ هي كمان بتصدر معدات طبية. لا لا ابدا، مع انه انا بعرف اسماء كل المنافسين. بس هي مو منافسة. ما بعرف عنها شيء. طيب شركة موديرن تكنولوجي كمان ما بتعرفها؟ ولك يا عمي هالشركة موجودة بالسوق، روحوا سألوها. أنا ما بقدر أجزم، بعدين مثل ما بتعرف شغلنا أسرار، أسرار. سيد أبو أحمد، نحن عم نتحدث عن معدات طبية مستهلكة، عم نتحدث عن أرواح بشر ممكن يكونوا من أهلي أو أهلك أو أهل أي واحد فينا، فرجاءً لا تلي أسرار. لا حبيبي لا، أوعك، أوعك ترفع صوتك عليها. أنا ماني مستخدم عندك. بعدين إذا لزم الأمر أنا بعرف كيف أوقفك عن حدك. أنا من صغري ما رضيت أتوظف لحتى ما أكون تحت رحمة حدا. بعدين عم فهمك ياها بالعربي. الشركة موجودة بالسوق، روحوا سألوها أنتم. فليش عم تتبلاني إلي؟ الشركة اللي عم تقول إنها موجودة بالسوق، صاحبها وأولاده صار لهم 5 سنين بكندا. بجوز. ما بعرف، على كل مو مشكلتي. والبضاعة حسب البيان الجمركي. ما صار لها شهور. بجوز الرجل عم يدير شغله من كندا، بجوز يكون عم يروح ويجي، على كل ما بعرف، وما بيهمني ابدا اني اعرف. شو اللي جابك؟ الله يعطيك العافية يا بي. عم بقول لك شو اللي جابك؟ حبيت شوفك، قلت بركي بنتفاهم أنا وياك. نتفاهم؟ ليش نحن رفقات عم نلعب بالحارة وتزعلنا؟ يا بي مو أنت بتقول إذا كبر ابنك خاوي؟ الله يخلي لي إياك. شو يعني خاوي؟ يعني ما أفهم شو عم يعمل؟ فضحتنا قدام الجيران وجاي تفضحني هون بالدائرة؟ بعدين تعال هون اللي المصاري منين جايبها؟ منين جايبها؟ أكيد هدول في وراهم مصيبة. يا أبي والله والله ما لي عامل شي غلط. خلص لا تحلف، لا تحلف أساساً. ما مسكتك إلهن وتعاملك معهن حسيت إنه دول مصاري جايين عن طريق ما مظبوط، جايين عن طريق غلط. بجوز معك حق، بس أنا فيني أقول لك إني أنا ما عملت شيء برات الطريق. ملاقيهن على الطريق حضرتك؟ حدا تبرع لك فيهن؟ ولك يا ابني، ولك قل لي منين جايب المصاري؟ بنلاقي طريقة، بنلاقي حل. طيب رزقة وجدتني، شو بكبها؟ ليك ولا انا كل مصاري الدنيا ما بتهمني، اذا بحس اني رح اخسر شعره منك. لك عرفت تخسرني يا بي؟ الظاهر اني خسرتك وخلص. يا بي الله يخليك، يا بي خليك جنبي الله يوفقك. على بيتي مالك رشعة طول ما معك هالمصاري؟ روح بوشي، روح بوشي، ولحتى تستقيم وتصير بني ادم وترجع لحالك وترجع لنفسك بترجع بتطلق لك بيت. لك روح بوشي، ما بدي اشوفك. يلا Thank you.
شلون عرفون؟ شلون؟ ليكون هالنسيب سامع له شي طرطوشة حكي. لا مستحيل مستحيل، هذا كله تخمين. جابر ما بيساويها، هدول قالوا لك بنضرب هالطينة بالحيط، يا بتلزق يا بتعلم. جوا؟ لا طلع من شوي. لوين راح؟ ما قال لي. فوت ارتاح. لا معلش مستعجل. اعمل لك كاسة شاي. خلص ولا يهمك. شاي تقبرني. معلش مستعجل. شوفك. الله ما. مدام سلمى، مدام سلمى، أهلين سيد هشام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. في إمكانية أعمل تليفون من عندك؟ سيد هشام أنا قلت لك إني أنا ساكنة لحالي. شو عليه عادية، خلي الباب مفتوح إذا بدك مشان الخلوة. طيب في تليفون عند السمان؟ غليظ غليظ كثير يقطع عمره هذا السمان ما بطيقه. إي معلي معلي بعينك الله. يا بنت الناس والله أنا قصدي شريف. بعرف قصدك. يقبرني اللي خلقك من اول احكي لك كلمة حلوة. اجا معلمك. مين معلمي؟ انا عندي معلم انا. كيفك هشام؟ اهلين عامر اهلين. قلت لي لا هابوبة ولا دابوبة؟ لك ما في شيء بدي اعمل تليفون كنت صحيح انا عاوزها وانا عاوزك كمان شباب من الصعب كون عندكم انا الله يعطيكم العافيه اي خدمه تانية؟ لا شكرا يعطيكم العافيه الله يعافيك هدول من اللي خربوها وقعدوا على تلتها بس المشكله ما عليها اي دليل حولوا أي عن نائب العام مع إني مقتنع إنه بريء. لا بس الأدلة كلها ضده. هات لو وقع لك هات. المهم هلا بدي مسدس. فهمت عليك. بس ما بدي أفهم لشو بدك يا المسدس؟ أخي هيك لازمني بالمتجنة. بالمتجنة. طيب عمين رخصة. لا حول ولا رخصة طبعا رخصة واللي قالوا لك عندي معمل أسلحة أنا. أخي خلاص ما عاد بدي منك شيء دبر راسي روع عامر شو بك أنت شو القصة متضايق كثير يا هشام راح تطلع روح أخي من شو متضايق مشكل مع حدا أخوات غادة عم يتضايقوك بشي حدا متضايقك إلي صف صف روح للك صف هون على اليمين شوي ايه هات لي شوف احكي لي شو القصة في جماعة عم يهددوني مين هالجماعة وشلون عم يهددوك يعني قصدي كيف الجماعة مفكرين اني سارق المصاري سارق المصاري وشلون شافوك يعني قصدي وين كانوا بلبنان لما كنت انا هنيك عامر شو قصة هالمصاري؟ لا ترجع تقلي فياجرا ومينا ومدري شو أي كلام بدون حطهم عندي واحد أماني
لا لك عامر لا أماني حطهم عندي واحد مقطوع من شجرة وغاب. بعدين قريت بجريدة أنه مات راح قتل. طيب ليش ما أعطيت المصاري لأهله؟ يا أخي عم قلك مقطوع من شجرة. شلون يعني مقطوع من شجرة؟ فهمني. مقطوع من شجرة يعني المصاري مو لحدا. والجماعة اللي عم يهددوك هدول يا سيدي كانوا عرفانين بقصة المصاري بس مو عرفانين وين مخبيهم. هلأ يبدو شكوا وعم يهددوا. شو على كيفهم؟ هاي المصاري مو لحدا. ما أنا هيك قلت لحالي، لذلك بدي المسدس. لا لا، القصة ما رح توصل للمسدسات. طالما القصة قصة تهديد لازم ما نخاف. بعدين انت حاول ترضيهم. قبضن قرشين. خايف ما يرضوا. لما ما بيرضوا وقت لكل حادث حديث. قلت لي لها ابوبة ولاد ابوبة. اخ يا عامر اخ، عقدة والله عقدة من الطفولة لك. والله ما لي ذنب، عقدة شو بعمل بحالي. روح خيو روح. بس لو سمحت جيبي كونتاكتي باري. وين التليفون؟ نعم جيبي كونتاكتي باري. اه تليفون؟ والله ما في عندنا تليفون. باردو يا ستي، من عمر جوزك عادل ونحن مقدمين طلب ولهلا ما اجى دورنا. جنرال كوبي. ما فهمتي علي. ضروري تحكي بالتليفون. وي ستري يرجعون دو كونتاكتي باري. الله يعينك يا ام صور، اذا عم نفهم على بعضنا. Et pourquoi pas? Hein? Je peux contacter Paris? Oui, oui. C'est vrai, il n'y a plus de téléphone ici. Ah oui, mais on cherche Kevin téléphonique dans la route. Dans la route? Ah oui, pourquoi pas? Chez moi, maman, je vais aller. لا لا ما في شيء، بس عم قلها انه مندور على تليفون بالطريق. ايه بالطريق من الكروت بتحكي وين ما بدك على اي مكان بالعالم فيكي تحكي. والله شو قالت؟ ما في شيء ما في شيء، بس هيك شوية استفسارات. يعني أكيد في مشكلة. مشكلة شو أنت التانية؟ لو أي أجوبتك ما عم بتطمني. شي موظف من يلي ما طلع له يلعب بخشيش، عم يحاول يهزلنا بدلنا. ما في شيء. مو شيء شيء. زوب على الفنجان. أنا سليم وعم بشتغل بالسليم، لا تخافي. طيب حبيبي طالما هيك، ليش كل هالقد مكركب؟ مبين عليك. أنا متأكد إني عم بشتغل بالسليم، يا من يا أخي. مشان هيك عم حضر جواب لكل سؤال. مع الإثباتات طبعاً، هيك طبيعة شغلنا وهيك حياتنا، شو بدنا نساوي؟ خلص، المهم أنت تروح. بعدين أنا أجيك لعندك مشان أعزمك لعنا على البيت. العيلة اليوم مجتمعة، وخالتك أم منصور نازلة طبخ ونفخ. شو؟ خلص انا المساء بكون عندكم ان شاء الله. سافا؟ وي، رام قال توت
très bien. Et tes parents? Tout est bien, ils sont bien. Ils te saluent. Merci. عادل ما بعرف اذا شام في ياسر مثل ما انت كنت عم بتقلي مواجه روماركي كلنا بادستيل لا بس الشام القديمه الى ستيل يعني بابوكو في شي غلط بوتيتر دان لسبري لسبري دو لافيل مي ان توكا جو سوي تري رافي كو جو سوي افيك تو عن جد مبسوطه لانك معي فيني اقول لك اهلا وسهلا فيكي بالشام Merci. Mais à quoi tu penses, toi? Abadan. Je pense que c'est bien pour toi dans le champ. Oui, mais qu'est-ce que tu penses? Je vais commencer à l'achraser le magelle. Les jeunes ont dit qu'ils ont envoyé leur Bon. Et moi, qu'est-ce que je vais travailler? Je ne sais pas si tu veux travailler. Mais on cherche une chance de travail. Dans le safari, dans le centre de culture, dans une société française. Et tu apprends la langue. بس اختصاصي غير شيء. Je ne peux plus travailler dans le théâtre. أنا كثير متحمسة. Spécialement que tu m'as dit qu'il n'y a plus de spécialistes ici. بعرف إنه اختصاصك ما في منه. بس المشكلة إنه كمان مسرح بهالبلد ما في. كلهم مسرحين ثلاثة. والموسى بالمسرحي يعني. بس لما سألتك أنا, tu m'as dit qu'il y a beaucoup de travaux dans le théâtre ici. يا ستي وقت الواحد يكون بالغربة بشوف كل شيء ببلده منيح. مي كوم سا تو ما تريشي؟ أنا غشيتك؟ أنت ما كان عندك هم غير إنك تطبقيني. كيسا بدير تطبقيني؟ تطبقيني يعني تو فو غاني مون كور. اه سي فري لأنه حضرتك شهريار تبع مي لانوي اي نوي. فريمون عادل. الفو كومونسي ا ريباري نوتر في. بعرف انه لازم نرتب حياتنا بس طولي بالك علي لسه ما وصلنا شوي شوي كيف سبدي شوي 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 يعني دوسمون بتي تبتي يعني كلمة توا يعني جتام معلم العمار ولا يهمك لقيته بشيل بسرعه شبك منصور خلاص معلم عمار تليفون عليك عليك ورشه الصحيه والكهرباء ماشي شباب يلا خلينا نطلع هدول لفوق يلا بكره المسا حنبلش و 48 ساعه كل شيء بيكون خالص باذن الله حيصير عندنا بيت اللي بقوله شوبت ما هلا فهمت ليش طفشت على بيروت مشان الحب ما هيك ما بعرف بس هالشغلات اللي عم تحكيها يمكن انا بحسها بس ما بعرف اعبر عنها. يا رجل صاير ما عم فرق بين الحياه والموت. اثنيناتهم ما فيك تغير فيهم شيء. يمكن هلا لبلشت افهم شو يعني قدر. مو حكايه قدر. ولقلك ممكن يكون قدر. لانه كل شيء اقوى من الانسان، الانسان ما له اي فعل. حتى الصدفه. ما عم تفهم علي ما هيك بلشت عقدها مثل الشعر اللي بتكتبه لساتك عم تكتب شعر والله ما بعرف يا عامر اذا لساتني قلي لها الجواب ما بعرف اذا عم باكل ما بعرف اذا عم بشرب ما بعرف اذا عم بلبس قميصي شبان خيو خلاص انت صرت اجنبي
لا مو هذا هو الموضوع، بس شنو بدي لك يا؟ كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. يا رب والله ما كنت عارفة. بلا مسخرة، اللي عم يجرحك عم يجرحني، بس على كبير. ما عاش اللي بده يجرحك. صار لازم يتيسر. هلا ليلى بتكون ملت لحالها. والله إذا عم تحكي معها بنفس الطريقة اللي عم تحكي معي فيها، لا سيدي خليك هون، بتريحها. يمكن معك حق، بس لازم تكون جنبها. غريبة، وبعدين هلا بتمل لحالها، وأمك بتكون كمان هالكتا وهي عم تعطيها دروس بالزواج المحلي. هلا المهم، إمتى بيتعرف على مرت أخي؟ ملحوقة. ملحوقة. لك شبك مهموم، خلصنا يا رجل. مرتك وصارت أمانة برقبتك. أخي أنا رح دبر لكم بيت. المهم هلا تروحوا تعملوا شهر عسل. روح أنت وياها تسلالها كم يوم، وبعدين لكل حادث حديث. أخي لا تخاف، لا تخاف. مشان المصاري شو ما طلبت أخي رقبتي سدادة. تعرف؟ لازم نعجل بجوازة منصور مشان عادل. لك شبك ليش مالك على بعضك؟ عم فكر بعادل شو بده يعمل. ما قال لك شو بده يشتغل؟ قال لي يا بده يكتب بجريدة يا بده يكتب بمجلة. يعني هو بده يضل ساكن هون؟ يو لك وين بده يروح؟ أنا مو مشانه هو، مشان هالبنت اللي جايبها معه. اللي هو التاني هلا وقت جوازته. وليش لحتى ما يتجوز؟ هي البيت انتلى، كان في عنا 5 اولاد، شوف هلا قديش صار. وهي ميادة بكره بدها تتجوز، والحمد لله نصيبها كثير كثير منيح. ومنصور دبر حاله، صهرة هشام عم يشتغل مع ابنك عامر. كملي. كملي شبكي، ليه سكتتي؟ شلون بدي كمل وانت ما بتحب تسمع سيرته؟ ولك انا خايف عليه، قلبي مرعوب عليه وعلى مستقبله، لساته غر. يا ابو منصور، عامر شب ومثل السبع، لك اذا مال على الحيط بهدته شو بنا؟ زمانه غير زماننا. قص الله، لما كنت تقبض 400 ليره وتقعد تخطط شو بدك تعمل وشو بدك تساوي. هلا هي سلفت الفرنساوية أمي؟ ولك يا بنتي نضبي هلا؟ على عيونها سودم كلحة، ما بيقولوا عن الفرنساويين شيء. ولك الله يكبر لك عقلك يا رب. ليش شبه عقلي أمي؟ بالله يطلعي فيها، هي مرتبة هي. عينك لابسة زنوبة أمي. لك شوفي شوفي. ما في شيء ما في شيء. لا بلا في شيء. عم قلها لأمي إنه أنا مو أحلى من سلفتي الفرنساوية، شرفك أحكي ضميرك. مليون مرة. خلي لي إياك يا رب. يلا ولك اسكتوا. مو قدامي امي شوي تاني حيصير جوزي شبكي. شو القصة ام زكي؟ ليش عم تتوتوتوا؟ يا عم غازل لي بنتي قدامي. شو بدك غازلها لأفاكي يعني؟ يعني انت هلا بترضى لو اي غازل لك اختك قدامك؟ بذبح وبذبح اختي. لا خيو لا بتذبحني ولا بذبحك. ميادة بشعة وما بتنطق. اصلا الرجال كلهم ما فيهم لطافة جماش. لك شغلة، أنا الوحيد بكل هالجلسة اللي فيني غازل على مزاجي. يا برني لخلق النسوان كلهم. لا أستاذ، وأنا كمان فيني غازل. تيافغي مون ما غير.
من 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 وقت ما لغوا البوسة بالتلفزيون صاروا العالم يحبوا على التليفون. يلا يا جماعة تفضلوا 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 على المقسوم. أهلا وسهلا. تفضلوا. سيد لؤي موجود؟ ايه موجود خير. لؤي دنياك خير؟ حضرتك السيد لؤي الدغري؟ ايوه امور في شيء؟ يا جماعه نحن اسفين بس معنا اذن من النيابه العامه بيحضروا موجودا. شو في؟ شو تهمتي؟ بعدين بتفهم. شو القصة؟ شو عامل؟ خدوم. لا بدك تفهمني شو القصة؟ فهمها. بس ما بيصير هيك. لازم تقولوا لنا شو القصة. هذا مو شغلك. يلا. اجوا مسكوه من نص البيت معهم امر من النيابه. ظاهر انه شغلته كبيره. عم يقولوا غش وتدليس على الدوله وتسليم مواد بغير المواصفات المطلوبه. يعني الماده الماده بيروح له فيها 10-15 سنه سجن. اذا بده يدفع غرامه بده شي 100 مليون. خلص بسيطة يا زلمة. شو بقى؟ شو صار المسدس؟ رجعنا للمسدس والأكل هوا. لك فهمني شو قصتها؟ ضايع يا فيشو. طب خلص. مبدئياً حجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، البضاعة اللي بالمينا والمكتب والبيت والسيارة. طيب يا أستاذ المهم هو ممكن يطلع بكفالة؟ مع الأسف لا. يعني القضية معقدة، أدوات طبية، أرواح بشر، بصراحة مو من إمكانياتي ثبت براءته. الموضوع لابس لبس. الشاب مهندس يا أستاذ وما له علاقة لا بالغش ولا بالمواصفات الغير مزبوطة. أنا ما عم اتهمه، ما عم دينه، أصلاً مهمتي الدفاع عنه، بس التحقيقات الأولية واضحة. عفواً شلون يعني واضحة؟ خطيبك يا آنسة مو فهمان شو صاير، بس هو المسؤول وأنا واثق إنه فخ منصب له، بس هاتوا دليل وخدوا براءة. طيب هدول الناس اللي نصبوا له فخ ما في طريقة إنه يعني نكشفهم وندينهم نحنا مو بفيلم عربي لا يصحى ضميرهم ولا فيلم أمريكي لنجمع أدلة. المسألة فيها أوراق وفواتير وإجازة استيراد. هلأ بدهم يكشفوا عن الأجهزة بالمينا. في حال طلعت من نفس النوعية الله يستر محكوميتها مو لعبة. طيب ممكن نسعى للتخفيف؟ ما في شيء مؤكد. سيدني يا أساس كان دائما يصر على النظافة بشغله ويكون كل شغله مزبوط وما في أي شيء. يعني معقول ما نلاقي حدا يكشف اللعبة هي؟ أمي أختي أمي مكتوب ما من مهروبه. لو في ورقة واحدة تثبت انه اله شيء وانه البضاعة مو اله. بس على كل لازم نعمل جهدنا. قومي يا اختي.
دون يعني بدي اسالك بالمسرح شو بتشتغلي انت؟ ممثله؟ نو جو سوي ان ريجيستور جنرال. شو؟ يعني تجهيز بلاتو. بلاتو؟ ايه. عادل بلاتو رجع؟ نو ان ني با انكور ريفينو. ما رجع؟ ان ني با انكور ريفينو. ان ني با انكور ريفينو. هي عادته ريفينو. ماشي الحال. يعني وينه؟ عادل ايكو مانوم اورينتال بتركني بالبيت وهو بيطلع. ماشي بكون عنده شغل يعني ما تتضايقي انت كثير تحصري ما بيسوالك. كنا رحنا انصام انصام. المره الجايه تروح وين هذا مطعم؟ ها جن رياك كومبري جن كومبران با. يا سيدي جيت والله جابك. حماتك فعلا بتحبك. خير ليش؟ امك يعني امك يور مادر ان انجلش بتحبه. ماما انا لو كوني با انكور ما بتحبه. مي بارون سونت ا مارسيل انو سون ماريا ا باريس. شو قالت؟ لك شو بدك انت؟ عم تقول لك انه انا وياها تعرفنا على بعض بباريس وتجوزنا هنيك، اهلها ساكنين بمارسيل ما بعرفهم لهلا. ما قال لاهلك شيء نهائيا؟ يعني ما قالت لاهلها شيء؟ لا ما قلت لهم شيء. بعدين شو بدك بالقصه انت؟ بعدين على فكره دير بالك انا بتعرف عربي منيح. ايه بس ما انا ما حكيت شيء يعني ما خبصت انا ما لا شلون صمد على البنت هيك يعني جايبها تصمدها انت؟ فريمون ديزيري مون شير. با دو بروبليم. إل باري كو جي بوزوان دو تان بور سابيتيي ا لامبيونس. سافا سافا. عربي يا جماعة شو بك؟ لو خلص شو بدك انت بالقصص؟ معك حق. انا بدي روح عندي ورشة عمار اليوم. عمار شو؟ عمار عمار يعني تهريبة صغيرة. كاسكا مدير تهريبة. روح توكل انت روح توكل. سلام. اشتغل انت ما بتعرف التهريبة. تهريبة يعني ترافال سون بيرمي.